السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قسم الفنون البصرية. درسنا 11 بعنوان اليوم الوطني القطري. هل أنتم مستعدون أعزائي الطلاب؟ هيا بنا. قيمتنا لهذا الأسبوع تتحدث عن حب الوطن. حب الوطن هو القيمة الإيجابية الأعلى والأسمى التي نبحث عنها والتي يجب أن تزرع وتؤسس في نفوسنا منذ الصغر. فالوطن يا أعزائي هو ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وهويتنا التي نعتز ونفتخر بها. عزيزي الطالب، برأيك عن ماذا تعبر هذه الصورة؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. البهجة والاحتفال باليوم الوطني. إذن درسنا اليوم سنتحدث به عن مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في قطر. أهداف درسنا لهذا اليوم: يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يعدد مظاهر الاحتفال باليوم الوطني بشكل جيد. ثانيا، يرسم منظرا فنيا يعبر عن اليوم الوطني بشكل جيد. اليوم الوطني في قطر. تحتفل دولة قطر الحبيبة في 18 من ديسمبر كل عام بذكرى تأسيسها في عام 1878 على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، وإن 18 ديسمبر هو اليوم الذي تتذكر فيه قطر كيف نجحت في تحقيق وحدتها الوطنية. أدام الله الأمن والأمان والوحدة في دولتنا الحبيبة. الشعار المنطوق لليوم الوطني لدولة قطر لهذا العام: مرابع الأجداد أمانة. استمد الشعار من قصيدة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، وتبين قصة الشعار أن القطريين يرتبطون ببيئتهم ارتباطا وثيقا منذ القديم، فيها تربوا وبخصائصها تأثروا، فتعايشوا مع طبيعتها بحرا وبرا في جميع مواسمها، حتى شكلت جزءا مهما ومؤثرا في تعزيز هويتهم. والآن أعزائي الطلاب، سنشاهد معا بعض المظاهر بالاحتفال باليوم الوطني لدولتنا قطر الحبيبة. المسير العسكري في كورنيش الدوحة. كما نلاحظ ونشاهد، هذا المسير في كل عام يقام على كورنيش الدوحة. مسير السيارات على كورنيش الدوحة. كما نشاهد تجول الناس في شوارع الدوحة ابتهاجا باليوم الوطني، ومن رفع الأعلام والمسيرات. ونشاهد أيضا احتفال الناس بالسيارات والشعور بالبهجة والسعادة، تعبير عن حبهم لهذا الوطن. ونلاحظ الآن مسيرة كورنيش الدوحة وخروج الأطفال من السيارات وتلويحهم بأعلام الدولة، تعبيرا عن حبهم لدولتنا قطر.
ونشاهد أيضا الألعاب النارية في درب الساعي، وكما تقام الألعاب النارية في أكثر من منطقة في دولتنا الحبيبة قطر، مثل الكورنيش وغيرها من المناطق الحيوية. ونرى أيضا تجمع المواطنين والمقيمين على مدرجات البدع لمشاهدة المسير العسكري والاحتفال بذكرى اليوم الوطني لدولة قطر. وهنا نراه بهذه الصورة الاحتفال باليوم الوطني في درب الساعي، ونرى تجول الناس وشعورهم بالبهجة. وهنا نرى تزيين السيارات والشوارع بأعلام دولتنا الحبيبة قطر باللون العنابي واللون الأبيض، والتعبير عن الفرحة بذكرى هذا اليوم المجيد. وكما نرى في هذه الصورة تزيين كتار احتفالا باليوم الوطني وغيرها من المناطق في الدوحة احتفالا بهذا العرس الوطني. وكما نرى في هذه الصورة أيضا احتفالا باليوم الوطني تقوم دولتنا الحبيبة بعروض الألعاب النارية والنوافير عند أبراج الدوحة تعبيرا عن هذا العرس الوطني بالسرور والفرح والبهجة. سنرى الآن أعزائي الطلاب بعض النماذج لرسومات تعبر عن البهجة في اليوم الوطني لدولة قطر، هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نرى بعض النماذج. كما نرى في هذه اللوحة أعزائي الطلاب رسمة للمسير العسكري في كورنيش الدوحة، ونرى كيف الرجل يرفرف بالعلم والدبابات تسير على شارع الكورنيش، وخلفها معالم للدوحة. ونرى في هذه اللوحة رسمة تعبر عن الحرية بمناسبة اليوم الوطني، كأن ذراعين تطلق الحمام الأبيض وهو يدل على السلام والأمان، وخلفها علم دولتنا الحبيبة. وكما نرى في هذه اللوحة أعزائي الطلاب رسمة للكورنيش تعبر عن البهجة باليوم الوطني، ونرى احتفاء الناس في هذه الذكرى وتلويحهم بالأعلام، ونرى في خلفية الصورة الألعاب النارية وأبراج الدوحة. وفي هذه الرسمة تعبر عن الاحتفال، فكما نرى علم دولة قطر يرفرف من خريطة دولتنا، ونرى بعض معالم الدوحة. وفي هذه اللوحة تعبر عن معالم قطر، ونرى تلويح الرجل بالعلم، والرجل الآخر في السفينة في بحر الكورنيش يلوح بالأعلام قطر. وفي خلفية الرسمة نرى السماء الصافية وبعض ملامح دولتنا الحبيبة. وفي هذه اللوحة أعزائي نرى رسمة من خيال الطالب، حيث أنه رسم المواطنين يلوحون بالأعلام، وخريطة دولتنا الحبيبة يخرج منها علم قطر يرفرف، ورسم في الخريطة قلعة الزبارة ودلة القهوة، وهي من عادات وتقاليد دولة قطر الحبيبة. وفي هذه الرسمة أيضا نرى رسما للخيالة على كورنيش الدوحة موشحين بالأعلام، طلاب الفن حان دوركم، دعونا نرسم رسمة تعبر عن بهجتنا في اليوم الوطني القطري مستخدمين الأدوات والألوان المناسبة
كما تعلمنا سابقا، وستعتبر واجبا ومشاركة في مسابقة عن اليوم الوطني. نرجو منكم أعزائي الطلاب أن ترسموا رسمة تعبر عن مظاهر الفرح والبهجة في اليوم الوطني القطري. الأدوات المطلوبة: كراسة الرسم، قلم رصاص، ألوان خشبية، ألوان الفلوماستر، مسطرة وممحاة. أروني إبداعاتكم يا طلاب الفن. ختاما أعزائي الطلاب، من يذكر لي بعد مظاهر الاحتفال باليوم الوطني؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. المسير العسكري، المسيرة بالسيارات على الكورنيش، ودرب الساعي، الألعاب النارية، تزيين المدن والبيوت. بارك الله فيكم، وإلى هنا قد نكون وصلنا إلى نهاية درسنا، وننتظر منكم أجمل اللوحات. شكرا لكم.